ومع تصاعد الأزمة الأوكرانية اتخذت أمريكا والاتحاد الأوروبي موقفا حازما بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا مع اقتراح باستبعاد روسيا من نظام التحويلات المالية العالمية سويفت. إذن لمزيد من المتابعة بشأن تأثير هذه العقوبات الغربية في روسيا وإمكانية استبعادها من نظام سويفت معنا هاتفيا من اسطنبول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر دكتور أحمد ذكر الله. مرحبا بكم دكتور أحمد. يثار يعني الحديث بشأن مناقشة أمريكا والاتحاد الأوروبي ومعهم طبعا بريطانيا وكندا أيضا باستبعاد روسيا من نظام سويفت لتحويل أموال عالميا. ما تأثير ذلك القرار في روسيا من ناحية والعالم من ناحية أخرى إذا اتخذ طبعا هذا القرار؟ تحياتي لحضرتك ولأسرة النشرة وللسادة المشاهدين. طبعا نظام سويفت هو نظام آمن لتحويل الأموال سواء من التجارة الدولية أو من تجارة البترول عبر المؤسسات المالية في دول العالم. نظام سويفت يشترك فيه منذ عام 1973 حوالي 11 ألف مشترك حول العالم، وبالتالي في من حوالي 200 دولة، وبالتالي هو نظام عالمي كبير لتحويل الأموال. وبالتالي العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تفرض أو يحتمل أن تفرض على روسيا في هذا الإطار ستكون عقوبة كبيرة ومؤثرة، ستصيب الشركات الروسية بالكثير من الارتباك، لا سيما الشركات في تحويلات عائدات صادرات الغاز أو النفط أو حتى في تحويل عائدات الواردات الروسية من السلع من أماكن كثيرة حول العالم. ولكن السؤال الأهم، هل يمكن أن تفرض أوروبا أو أمريكا هذه العقوبات على الدب الروسي حقيقة أم أن هذا فيه الكثير من المبالغة؟ في الحقيقة هناك الكثير من التأثيرات المشتركة والتشابه ما بين الاقتصاد الروسي والاقتصاديات الأوروبية والأمريكية بل واقتصاديات العالم من ناحية كبيرة. نعرف جميعا أن الدب الروسي هو المصدر الأول للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، أيضا حوالي 30% من الفحم يصدر من الدب الروسي إلى مختلف أنحاء العالم، وبالتالي توجد الكثير من التشابكات التي يمكن أن تعرقل إلى حد كبير مثل هذه العقوبات. هذه العقوبات إذا فرضت ستكون ناجعة كبيرة على الجانب الروسي، لا سيما إذا ما قارنا في عام 2014 عندما تم فرض عقوبات على روسيا حاولت روسيا أن تقيم نظاما بديلا. هذا النظام البديل لا نتخيل منذ عام 2014 وحتى حديثنا الآن عام 2022 نحن نتكلم عن 200 مؤسسة مالية فقط وهي داخل روسيا بالكامل، وليس يوجد مؤسسات خارجية هي التي اشتركت في النظام الروسي يعني هنا الجديد فقط. عفوا دكتور أحمد، هنا بعض المحللين كما تفضلت يعني بدأوا الحديث عن إمكانية إيجاد بديل لروسيا عن هذا النظام العالمي التحويلات المالية سويفت، يتمثل في نظام تحويلات مالية خاصة بالصين. هل يمكن يعني أن يصبح هذا النظام بديلا شاملا لروسيا عن النظام الحالي المعمول به الآن؟ هذا من الصعوبة والمكان، وسيستغرق وقت إن وجد، سيستغرق وقت طويل بالتنفيذ والأخذ موقعه العالمي. نحن نتكلم عن نظام سويفت اللي من عام 1973 مطبق حتى الآن، والذي يشترك به 11 ألف مؤسسة عالمية. وعندما نقارن مع النظام الروسي الذي استحدث منذ عام 2014 نجد أن المشتركين فيه 200 مؤسسة فقط مقابل 11 ألف، 200 مؤسسة روسية محلية. لو افترضنا حتى انضمام روسيا إلى النظام الصيني المستحدث، وافترضنا أن هذه المؤسسات المنضمة تحت لواء هذا النظام أوشكت من 400 أو 500 مؤسسة صينية وروسية، فسيكون هذا النظام هو ما بين الدولتين المشتركتين. حتى لو انضمت إليه دول صغيرة أخرى يمينا أو يسارا شمالا أو جنوبا لن يكون هناك هذا التأثير العالمي. نحن نتكلم عن 200 دولة حول العالم يضمهم نظام سويفت، وبالتالي من الصعوبة بالمكان ويحتاج إلى وقت كبير لتنفيذ النظام الجديد. إذن بعيدا عن سويفت الذي لم يطبق ويبدو على ما يبدو أنه لن يطبق عليه جدل، كيف تنظر دكتور أحمد للعقوبات التي فرضها الغرب حتى الآن المعلنة على روسيا؟ هل بإمكانها أن تحقق الهدف بردع موسكو وإرغامها على إيقاف هذا الهجوم على أوكرانيا؟ أنا أرى أن هناك تلاتب أوروبي تقديم قدم وتأخير أخرى في فرض هذه العقوبات نتيجة التشابكات الكبيرة ما بين الاقتصاد الروسي و
وبقية اقتصادات العالم لا سيما أمريكا والاتحاد الأوروبي. وبالتالي نجد أن على سبيل المثال يمكن أن أضرب بعض الأرقام السريعة. على سبيل المثال في ثلاث دول فقط البنوك الأوروبية في كل من ألمانيا وهولندا والنمسا، هذه الثلاث دول دائنة للبنوك الروسية بما يقارب 60 مليار دولار. اليوم أعلن اتحاد الشغل والتشييد والبناء في تركيا على سبيل المثال أن هناك مشروعات بقيمة 20 مليار دولار، مشروعات إنشائية وتنموية تركية تقيمها شركات عقارية تركية في الداخل الروسي. وبالتالي هذه الأمثلة وهذه الأرقام الكبيرة مليارات الدولارات المتشابكة ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من جهة أخرى وأمريكا في جهة ثالثة، وبين وهذه الديون الكبيرة على الجانب الروسي في الجوانب العالمية، هذا بالإضافة إلى ورقة الغاز والنفط الذي تلوح بها روسيا، تجعل كل هذا صعوبات في تنفيذ هذه العقوبات على الجانب الروسي. إذن شكرا جزيلا لك هاتفيا من اسطنبول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور أحمد ذكر الله.